السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. نرحب بجميع المشتركين القدم وحتى اللي دخلوا معايا جدد، نرحب بكم ونقولكم ان شاء الله القناة تعجبكم. كيفية اليوم الكرز او حب الملوك المعلب لي سوريز اون كونسيرف، تحضروهم ديروهم في الثلاجة ويشدوا لكم مدة عام كامل. كي ما يكونش وقته تجبدوهم ديروا بهم لا سالاد دو فروي، ديروا بهم او تزينوا بهم لي تارتولات اكسيتيرا. اذا ما تفوتوش البنات هذه الوصفه، الى حبيتوا التفاصيل ما عليكم غير تبعوني للاخير. نتمنى لكم مشاهده طيبه. كاول مرحله راحين نوجدوا سيغو. حطيت هنا كاس تاع السكر مع زوج كيسان تاع الماء. نحط الكاسرونه تاعي فوق النار منذ بدايه الغليان، نحسبوا لها ربع ساعه ونطفوا عليها. انا في هذيك الاثناء عندي هنا كميه تاع لي سوريز او الكرز او حب الملوك، كما راكم تشوفوا راني غسلتهم قطراتو. عندي هاد الاداه الخاصه بالزيتون ولا الكرز اللي تنحي العظام. نحط الحبه كما راكم تشوفوا، دوك نوري لكم اون ديمونستراسيون. تشوفوا هنا الحبه نحطها هنا في الوسط ونعبز عليها هكذا، راح مباشره العظمه تخرج لنا بهذا الشكل. اللي ما عندهمش هذه الاداه يقدروا يديروا بحاجه واحده اخرى، دوك نوري لكم بعد قليل واش تقدروا تستعملوا باش تنحوا العظام. فوالا، اللي ما عندهمش هذه الاداه يستعملوا اون باي من هادو اللي يكونوا خشان. ندخلوا مباشره لاباي في الوسط ونعبزوا عليها، راح تتنحى لنا هذيك العظمه بكل سهوله ونتحصلوا على هذا. ونروحوا الان للخطوه المواليه. عندي لي سوريز هنا بعد ما نقيتهم ونحيت لهم العظام، وعندي هاد البلارات كيما هذه تاع المشمش المعلب اللي نشروه في المحلات، وهذه تاني راهي صغيره. هنا لازم نعمروا البلارات باللي سوريز، ولكن نضغطوا باش من نديروا هذاك لو سيغو ما يبقالناش لي سباس لداخل بزاف. دوك تشوفوا نعمرهم مليح مليح ونبقاو نضغطوا عليهم. وكيف كيف بالنسبه للبلاره الصغيره. فوالا، شوفوا كيفاش حمرتها حتى للفوق. وكيف كيف عمرت ثاني هاد البلاره الصغيره حتى للفوق. استعملوا غير البلارات هادو الصغار او البقالات الصغار، بويسك راه الثمن تاعو غالي شويه، يعني ديروا غير كميه قليله قيس ما ديكورو بها ولا ديروا بها لا سالاد دو فروي. مباشره بعد ما طفيت للنار مده 15 دقيقه لهذاك لو سيغو وهو سخون، نعمروا به البلارات كما راكم تشوفوا حتى للفوق. هاد لو سيغو اللي بقالكم خبوه في الثلاجه، تقدروا تستعملوه تشربوا به ان كيك ولا ان غاتو. الوغ نبلعوا هنا هاد البقالات تاعنا مليح باحكام. وبعدها نحط هكذا طاجين ولا قدر حاجه اللي تكون غامقه، نعمرها هكذا بالماء ونحط فيها هذوك البقالات او البلارات ونخليهم يغلو. بعد ما يغلي هذاك الماء تحسبوا له مده 15 دقيقه وتطفوا للنار. هذه العمليه راني استعملتها معكم ديجا في المشمش المعلب اللي كنت درتو معكم العام اللي فات، راحين تلقاو الرابط تاعو في شاشه النهايه للفيديو. وبعد ربع ساعه طفيت للنار ونخلي هذوك البلارات تما في هذاك الماء حتى يبردوا تماما، من بعد نديرهم في الثلاجه نحتفظ بهم مده عام كامل حتى يجي الموسم او موسم اخر تاع حب الملوك. هذه هي البنات وصفتنا اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. نقولكم مع السلامه والى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله.